كابتن احمد، عايز اسالك في نفس السياق قبل ما نخش في تفاصيل المباراه. لعيب الاهلي الدوليين اكيد بيعانوا نفسيا، ضيف على ده بقى انه الاهلي كمان خسران نهائي دوري ابطال افريقيا بكل ظروفها، سواء فنيا او في الملعب او خارج الملعب. فالامور بالنسبه لهم هم عايزين يثبتوا للجمهور شيء. ضيف على ده كمان ان انت عندك مدير فني جديد او مؤقت، الكابتن سامي قمصان، في ظروف النادي الاهلي برضو فيها شويه لخبطه زيه زي نادي الزمالك. بص، هو طبعا تكمل الكلام كابتن وائل، طبعا انت الدافع بتاع النادي الاهلي ايه ودافع نادي الزمالك ايه؟ دافع النادي الاهلي مختلف عن الزمالك. انت خسران بطوله افريقيا، ماتش الزمالك احنا كنا بنعتبره ان هو جمهور الاهلي بيعتبره ان هو بطوله ثانيه، فاي اخفاق ثاني يحصل هيبقى صعب جدا على الجماهير والاداره مش هتتحمله. فدي دافع. الدافع الثاني ان انت عايز تقرب من نادي الزمالك. الزمالك دلوقتي فارق 4 بونت عنك، انت ليك 3 ماتشات، اي هزيمه الزمالك هيبعد ب7 بونت، ليك 3 ماتشات برضو، بس برضو اسمها ان انت بعت. ثالثا سامي قمصان ده تحدي جديد، واعتقد اللعيبه بتحب سامي بدرجه كافيه ان هم هيموتوا نفسهم عشان دي. معلوماتك ولا توقعاتك؟ انا عارف انت قريب من انا معلوماتي وان انا كنت فيه. التاريخ بيعيد نفسه. كابتن حسام البدري مسك بعد مستر مانويل جوزيه، نفس الكلام، مدرب مؤقت، وبعد كده نفس الكلام كابتن حسام البدري مدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي. كابتن حسام كسب، كمل كابتن حسام. كابتن محمد يوسف بعد كابتن حسام البدري نفس الكلام، كمل كسب بطوله افريقيا. صح. اعتقد ان النادي الاهلي مستني الماتش ده عشان يقدر بنسبه 90%. اعتقد ان لو كابتن سامي قمصان كسب بكره اعتقد ان هو هيكمل بنسبه 90%. انا متاكد مليون في الميه ان هو كمان هيكمل. النادي الاهلي خلاص هيبقى خد الثقه، الجماهير خد الثقه في سامي. سامي شخصية محبوبة، دي تفرق برضو جدا. صح. عند الجماهير ان انت يبقى ليك كاريزما عند الجماهير والناس بتحبك. في ممكن يبقى مدرب الناس ما بتحبوش. صح. فحب الناس لسامي ان هو مؤدب ومدرب كويس وواعد وليه نتائج قبل كده كويسة، ان هو صعد الحرس الحدود قبل كده، فهيبقى ليه رصيد عند الناس كويس. عارف قبل المهمة المؤقتة ديت الكابتن سامي كان عنده عرض رسمي من حرس الحدود يبقى مدير فني دلوقتي؟ دي معلومه، يعني بقول لك معلومه. ما هو اكيد هم كلموا كابتن سامي لان هو طبعا بقى عنده خبرات. صح. بس اعتقد ان هو لو كسب بكره بنسبه 90% ان هو اداره الاهلي هتديله الفرصه يكمل نهايه الدوري.